اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. ولا تدع الدنيا أكبر منا، ولا أكبر عنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وفي هذه الليلة المباركة في هذا الشهر الفضيل، لا تدع لواحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا الله.